والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من سورة النور. هذه السورة سورة النور كما يبدو تتمحور في جميع آياتها أو في كثير من آياتها حول محور واحد، وهذا المحور مقاومة طغيان الغريزة الجنسية. كيف يمكن أن نقاوم طغيان هذه الغريزة التي هي من أقوى الغرائز ومن أشد الغرائز تأثيراً في الحياة البشرية؟ الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يشير إلى دور هذه الشهوة في الحياة البشرية فيقول: زين للناس حب الشهوات. الشهوات محببة إلى البشر، هكذا خلقوا وهكذا وجدوا وهكذا أنشئوا. أول شهوة من هذه الشهوات قبل كل شهوة، الله تعالى يشير إلى هذه الشهوة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه الشهوة التي هي من أقوى الشهوات وأخطر الشهوات، كيف يمكن أن نحد من طغيانها؟ هذه المقاومة لها شكلان. الشكل الأول المقاومة السلبية. المقاومة السلبية يعني لا، أن نضع هنالك مناطق محرمة ونقول: لا يحق لكم أن تدخلوا في هذه المناطق. أن نضع هنالك عقوبات للمنع من طغيان هذه الشهوة. هذا الحل، هذا النوع من المقاومة وحده لا يكفي، لا يمكن في مقابلة واقعية. مرة واحد يريد يخلي حل نظري، ما علينا بالحلول النظرية، الإسلام مو دين الحلول النظرية، هذه واقعية، هذه مشكلة واقعية، لا يمكن بكلمة لا أن نحل هذه المشكلة. المسيحية حاولت حل هذه المشكلة المسيحية المحرفة الفعلية، حاولت أن تحل هذه المشكلة لعلمائها بهذه الكلمة، كلمة لا. هذه شهوة شيطانية، يجب القضاء على هذه الشهوة،
يجب على كبار علمائهم، على الباباوات، على الكبار منهم أن يمتنعوا عن ذلك. هذه هي المقاومة السلبية. ولكن نجحت هذه المقاومة وحدها. لا مانع من المقاومة السلبية، ولكن المقاومة السلبية وحدها لا تكفي. نجحت هذه المقاومة أبدا. اقرأوا كتاب قصة الحضارة الذي ألفه أكبر مؤرخ في هذا القرن، في القرن العشرين، أعظم المؤرخين في هذا القرن ألف هذا الكتاب، لكي تجدوا الفضائح الأخلاقية التي هي موجودة بينهم، وتقرؤون وتسمعون الفضائح التي تصدر على أعلى المستويات من كبار باباواتهم وعلمائهم، لأنه لا يمكن معالجة مشكلة واقعية، لا يمكن معالجة حقيقة واقعية بكلمة لا. هذا هو النوع الأول من المقاومة، المقاومة السلبية. النوع الثاني المقاومة الإيجابية. المقاومة الإيجابية يعني أن تحفر هنالك قنوات مشروعة لمعالجة هذا الطغيان. هذا الحل الثاني هو الحل الذي تؤكد عليه هذه الآية الكريمة، وأنكث الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكث الأيام، من هو الأيم؟ الأيم كل رجل لا زوجة له، لا فرق أن يكون شابا أو شيخا، حتى إذا واحد كبير في العمر، حتى إذا واحد شيخ طاعن في العمر، الله تعالى يقول أنكحوا هذا الرجل وأنكحوا هذا الشيخ الطاعن في العمر. إذا واحد زوجته ماتت، الله تعالى يقول أنكحوا هذا الرجل الذي ماتت زوجته. إذا زوجة مات زوجها، الأيم يطلق على الرجل الذي لا زوجة له وعلى الزوجة التي لا زوج لها. إذا مرأة، حتى إذا طاعنة في السن، حتى إذا عجوز مات زوجها، الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا هذا الرجل الشيخ الذي ماتت زوجته، وأنكحوا هذه المرأة حتى إذا كانت طاعنة في السن التي مات زوجها، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. حتى العبيد والإماء اللي كانوا في العهود القديمة، الآن لعله ما عندنا عبيد وإماء، أو قليل عندنا في مناطق لا نعلمهم، ولكن حتى العبيد والإماء أنكحوهم. لا تخلي هذا العبد بلا زوجة، ولا تخلي هذه الأمة بلا زوجة، هذا بشر، هذا بشر له غرائز البشر وله شهوات البشر. ولكن الله تعالى يقول والصالحين من عبادكم وإمائكم، لعل المراد والله أعلم بحقيقة مراده الصالحين من عبادكم وإمائكم. العبيد في ذلك الوقت كانوا يشكلون طبقة متخلفة في المجتمع غالبا. أنتوا الآن تشوفون بعض الخدم شلون يشكلون طبقة متخلفة، متخلفة من الناحية العقلية ومتخلفة من الناحية الأخلاقية، ما عندهم شعور بالمسؤولية، ما عندهم استعداد لتحمل أعباء الحياة الزوجية. هذا مو صالح للزواج، هذا ينبغي أن يصلح أولا ثم يزوج.
ولكن الصالحين من عبادكم وإمائكم اللي إلهم صلاحية للزواج إلهم صلاحية للزواج أنكحوهم والصالحين من عبادكم وإمائكم. النبي صلى الله عليه وآله مو فقط في الأيام ومو فقط في العبيد والإماء وإنما حتى في الحيوان حقوق الحيوان. الحيوان أيضا له حقوق، الحيوان أيضا له غرائز وشهوات. النبي صلى الله عليه وآله دخل دار رجل فرأى في تلك الدار ديك يخليه في القفص أو تارك في البيت، ديك وحده. ليش تخلي هذا الديك وحده؟ ليش تخلي هذا الحيوان وحده؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وآله إلى صاحب الدار حسب ما في هذه الرواية وقال: هل اتخذت له أهلا؟ حتى هذا الديك زوج هذا الديك حتى لا يبقى وحده، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. النقطة التي ينبغي الالتفات إليها في هذه الآية هي أنه الله ما يخاطب الرجل ولا يخاطب المرأة، وإنما يخاطب المجتمع. الله في هذه الآية لا يقول: أيها الرجال تزوجوا، ولا يقول في هذه الآية: أيها النساء تزوجوا. أكو فرق بين النكاح انكحوا وأنكحوا. أنكحوا باب الإفعال، أنكحوا أيها المجتمع يعني شنو؟ وأنكحوا الأيامى منكم، لأنه بعض القضايا الإنسان هو يتمكن يسويها. تريد أن تذهب وتشتري سيارة، عملية يسيرة سهلة. تريد أن تشتري بيتا، أنت اشتري البيت، ما تحتاج إلى معونة أحد لعله أو غالبا، أنت تروح وتشتري البيت وتشتري السيارة. ولكن أكو بعض القضايا فيها عقد اجتماعية مو هينة مو سهلة، من يتمكن الواحد بنفسه أن يحل هذه العقد؟ من يتمكن؟ لأن الخجل يمنعه عن ذلك. واحد يذهب إلى واحد ويطلب منه بنته، الخجل لعله يمنعه من ذلك، لعله ما عنده قدرة من الناحية المالية كيف يقدم على هذه القضية، لعله يحتاج إلى وساطة وإلى شفاعة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: وأنكحوا الأيامى منكم. الخطاب للمجتمع، يعني أيها المجتمع، يا أفراد المجتمع أينما كان أيم أو كانت أيمة، كبيرا أو صغيرا، شيخا أو شابا، أنتوا اذهبوا وحاولوا تزويجهم. هذا الشيء اللي يسمى في لسان الروايات بالشفاعة في الزواج. الشفاعة يعني كن واسطة، يعني اسعى لهذا الأمر وحاول أن تفعل هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة صفاته وأخلاقه أنه كان يسعى في هذه القضية. إذا واحد يحتاج إلى مال للزواج كان يعطيه المال، إذا واحد ما متزوج كان يقول له: لماذا ما متزوج؟ كان يشوق على الزواج. إذا كانت هنالك عقد، والعياذ بالله أحيانا تحدث هنالك عقد بين الزوجة والزوجة، النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى لحل هذه العقد. كل عقدة تتعلق بالحياة الزوجية حقيقة، هذه الروحية إذا كانت في المجتمع، وكل واحد يشوف أنه مشى أموره فليذهب الآخرون أينما شاءوا، لا، وإنما يفكر في الآخرين. هنالك خلاف بين هذا الرجل والمرأة، أحاول أن أحل هذا الخلاف. كانت هنالك أمة، هذه القضية مذكورة في الكفاية في بحث الأوامر والنواهي،
كانت هنالك أمة اسمها بريرة، بريرة أمة، وهذه الأمة كان لها زوج، اسم هذا الزوج مغيث، عبد تزوج أمة. بعد ذلك امرأة اشترت بريرة، امرأة اشترت بريرة من مولاتها أو من مولاها واعتقتها، فشنو صار؟ الزوجة حرة والزوج بعد عبد وهو مغيث. من الناحية الفقهية احنا عندنا مسألة، وهي أن المرأة إذا اعتقت، الزوجة إذا اعتقت لها الخيار، يعني لها حق تبقي هذا النكاح أو تبطل هذا النكاح. ما دامت الآن أصبحت حرة فالخيار بيدها، تتمكن أن تختار إبقاء العلقة الزوجية، وتتمكن تقول فسخت هذا النكاح، أبطلت هذا النكاح، ينفسخ النكاح. هاي مسألة الفقهاء يذكرونها في أحكام العبيد والإماء في كتاب النكاح. الآن هذه الأمة بريرة أصبحت حرة، إذن هي مالكة أمرها، ذهبت إلى زوجها مغيث وقالت فسخت النكاح، أبطلت هذا النكاح. مغيث هواي كان يحب هذه الزوجة، فأخذ يبكي ويتوسل إليها أنه أبقي هذه العلاقة الزوجية، قالت لا ما أريد. جاء هذا الرجل مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه الشفاعة، أنت عليك الشفاعة، نجحت الشفاعة فبها، ما نجحت ما عليك شيء، لا يهمك أن تنجح الشفاعة أو لا تنجح. لعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بأن الشفاعة لا تنجح، ولكنه تدخل في الموضوع. جاء إلى بريرة أو طلب بريرة وقال لها ارجعي إلى زوجك، إنه أبو أولادك، يبدو من هذه اللفظة أنه كان لها أولاد من مغيث، وله عليك منة، هذا إلى فضل عليك، عندما كان زوجا لك كان متفضل عليك، ارجعي إليه. فقالت بريرة أتأمرني يا رسول الله؟ هذا أمر، علماء الأصول يستدلون بهذه الكلمة بعضهم على أن الأمر يفيد الوجوب، يعني مادة الأمر تفيد الوجوب. أتأمرني يا رسول الله؟ هذا أمر، ارجعي إلى مغيث، هذا أمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله لا، هذا مو أمر، إنما أنا شافع، أنا مجرد وسيط في القضية. فقالت إذا مو أمر لا أريد الرجوع إليه، ولم ترجع إليه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشفع في هذه القضايا، كان يتوسط في هذه القضايا التي تتعلق بالعلاقات الزوجية، نجحت الوساطة فبها، ما نجحت أديت وظيفتك. الله تعالى يقول وأنكحوا، يعني حاولوا التوسط في هذا الموضوع، الدخول في هذا الموضوع. وكل واحد إذا طبيعة تكون طبيعة خيرة، طبيعة طيبة في أي عمل من أعمال الخير، واحد إذا قال لك عندي المشروع الفلاني ساهم في ذلك المشروع، فقير إجاك، حتى في الأحاديث أكو إذا جاءكم الفقير على داب، يعني في هذا الزمن إذا أريد نحول الحديث إلى معادلات هذا الزمن، سيارة وقفت أمام باب بيتكم، واحد طلع من السيارة ويجي دق الباب قال أنا فقير بدون فلوس، إذا جاءكم الفقير على دابة أو على حصان فلا تردوا. إذا قيل لكم بأنه في المنطقة الفلانية أكو فقراء، أكو محتاجين، أكو هنالك مسلمين يعيشون في حالة فقر وفي حالة حرمان وفي حالة تشريد وفي حالة عذاب، ادعمها. واحد لا تكون طبيعة طبيعة لا، وإنما تكون طبيعته طبيعة
نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يعني لم يقل لا إلا في التشهد. طبعا هذا تصوير للموضوع، واحد يكون إيجابي في هذه القضايا، مو يقول لا. النبي صلى الله عليه وآله بذاته كان يدخل في هذه القضايا، وكان يشجع الآخرين على الدخول في هذه القضايا. نذكر بعض الروايات التي تتناول هذه القضية، وهي قضية الإنكاح، يعني الشفاعة في النكاح، ومحاولة تيسير هذه القضية على الشباب وغير المتزوجين. صاحب العروة رحمة الله عليه والفقهاء المحشون على العروة راجعوا حواشيهم، حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم، يقول يستحب السعي في التزويج. ولا شفت واحد ما متزوج يقول ليش ما متزوج؟ شو الإشكال اللي أكو في القضية؟ حاول حل هذا الإشكال. إذا الطرف ما يقبل حاول إرضاء ذلك الطرف. يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين. عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الصادق، قال من زوج أعزب، واحد ما إلى زوجه، إذا زوجته كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة، ونظر الله سبحانه وتعالى كناية عن رحمته ولطفه وثوابه. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أفضل الشفاعات، أفضل الشفاعات ما هي أو ما هو؟ أن تشفع بين اثنين في نكاح، يعني في زواج، حتى يجمع الله بينهما، هذا أفضل شفاعة تقوم بها أنت. عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك الحر في تلك الصحراء اللاهبة التي تكون الشمس على قدر رمح من رؤوس الخلائق. الآن شوف الشمس مع هذا البعد العظيم ملايين الأميال كيف تصهر الأجسام، فكيف إذا كانت على قدر رمح؟ يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. رجل زوج أخاه المسلم، سعى في تزويجه إلى أن زوجه، أو خدمه قام له بخدمة، أو كتم له سرا، إذا أخوك عند سر لا تكشف هذا السر، الله سبحانه وتعالى لا يحب كشف الأسرار، كشف الأسرار نوع من أنواع الخيانة، خيانة. في الأحاديث إن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقيل له ما هي معنى العورة؟ فقال السر، إذا هنالك نقطة ضعف في مؤمن لا تكشف ذلك السر، هذا محرم من الناحية الشرعية. إذا تكلم معك شخص بكلمة في مكان خفي لا تكشف هذه الكلمة ولا تنقل هذه الكلمة، لأن هذه خيانة وهذا محرم من الناحية الشرعية إذا الطرف مو راضي بذلك. فهؤلاء الثلاثة يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الرواية الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نختصر الحديث، ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع الله بينهما أو حتى يجمع بينهما كان له بكل خطوة خطاها.
وبكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. إذا واحد سنة كاملة يقوم الليالي من الليل للصبح بالعبادة ويصوم النهار سنة كاملة إلا في الأيام المحرمة، اجدد إلى ثواب عند الله. شلون هذا العمل صعب؟ إذا واحد يشفع في قضية زواج بكل خطوة له مثل ذلك الثواب، وبكل كلمة له مثل ذلك الثواب. شوف الثواب العظيم الذي يتفضل الله به على عباده، كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها، الرجال أو النساء الذين يحاولون التفريق بين الزوجين، كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، نعوذ بالله من ذلك. أحد المؤمنين أراد أن يزوج ولده، فقدروا مصاريف الزواج، كم تكلف مصاريف الزواج؟ أغلب مصاريف الزواج لعلها في كثير من الحالات مستغنى منها، مو ضرورية، وإنما هي فخفخة وإسراف وتبذير، ما الداعي إلى ذلك؟ لماذا لا يكون الإنسان واقعيا في حياته؟ شو الداعي إلى هذه الأشياء؟ تقدر الأب والابن أن تكاليف الزواج تعادل 10,000 دينار في ذلك الوقت. رجل محترم كان في بلد آخر يعادل هذا المقدار 10,000 دينار. الأب المؤمن الملتفت قال لابنه: شو الداعي إلى هذه المصارف؟ تعال نعمل شيء آخر، نأخذ 10 من المؤمنين ونزوج كل واحد منهم ب1,000 دينار، وأنا أعطيك 1,000 فتتزوج أنت ومعهم في ليلة واحدة. هذه فكرة الزواج الجماعي اللي موجودة، الله سبحانه وتعالى وفق بعض المؤمنين في بعض المناطق لها، تزوجون 100 واحد في ليلة واحدة، تزوجون 1,000 واحد في ليلة واحدة كما نقل، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. حقيقة اجد هذا العمل طيب ولطيف، نزوج 10 وأنت معهم في ليلة واحدة. بحثوا عن 10 من المؤمنين، هذا الرجل الطيب الخير جاء بهم وقال أنه أنا أريد أزوجكم، أعطي لكل واحد منكم 200 دينار، يعني ما يعادل 200 دينار، وثمانية دينار أفتح لكم بها دكانا. الابن قال أنا موافق على ذلك، فجمع 10 من المؤمنين وأعطى لكل واحد منهم 200 دينار، وفتح لكل واحد منهم دكانا ب800 دينار، وزوج هؤلاء 10 مع ابنه في ليلة واحدة. بس هذا أفضل عند الله، أو أنه واحد يبذر ويسرف ولا يستفيد من ذلك لا في دنياه ولا في آخرته؟ ينبغي على المؤمنين الاهتمام بهذا الموضوع، إن شاء الله فيه ثواب عظيم عند الله، وفيه صيانة لأولادنا وبناتنا عن الانحراف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.